نفس الأدوات ونفس الوجوه، كلهم يعزفون على نفس المعزوفة وإن كانت مبتذلة وتخطت كافة الأعراف والحدود. هي إذن سقطة مدوية لإعلام الجيش الجزائري الذي انحدر إلى درجة الصفر في خرجاته الدعائية عندما أساء إلى أحد أهم رموز المغاربة وهو رئيس الدولة الملك محمد السادس. هل من خلال التحولات الإقليمية والدولية أم من خلال الوضع الداخلي الهش اقتصاديا والمنهك سياسيا مما ينذر بعودة الحراك الشبابي، أم من خلال صراع داخلي على السلطة، أم لا يغدو أن يكون الأمر مجرد ردة فعل انفعالية تجاه بسط السيادة المغربية على معبر القرقارات ومغربة الحدود مع موريتانيا، بالإضافة إلى الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتمدد المملكة بغرب إفريقيا؟ بطبيعة الحال فالمغرب من خلال منهج التكامل الاقتصادي ومنطق رابح رابح في سياسته مع إفريقيا غير مسؤول عن سياسات واختيارات نظام عسكري أسير الماضي، مما جعل موارده غنيمة حرب في يد اللوبيات الأمريكية والأوروبية والإفريقية عوض أن تصرف على الشعب الجزائري. لقد عملت وسائل الإعلام التي تدور في فلك السلطة في الجزائر على شن حملة منظمة للنيل من رمزية ومشروعية المؤسسة الملكية ومحاولة شيطنتها، موظفة في ذلك خطابا دعائيا تحريضيا. لماذا إذن يوظف الإعلام بهذه الطريقة في هذا التوقيت؟ ومن المستفيد حقيقة من هذا الخطاب العدائي الذي أخذ أشكالا غير مسبوقة؟ إن دراسة الأحداث يدل على وجود ثلاث خلفيات ساهمت في رسم توجهات حكام المرادية. أولا، محاولة الجنرالات تعبئة الشعب الجزائري ضد المغرب بغرض تصدير الأزمة الداخلية ومحاولة خلق اصطفاف داخلي مصطنع حول قضية الصحراء، سواء بغية خلق رأي عام مناصر لعقيدة الجيش وفي نفس الوقت محاصرة وقمع الأصوات الحرة المنتقدة وتجنب أي محاسبة تلوح في المستقبل لسبب التكلفة الباهظة جراء احتضان حركة انفصالية. هذا بالإضافة إلى الأوضاع داخل مخيمات تندوف التي تندر بالانفجار. ثانيا، سياسة الأمر الواقع وتحديد الأجندة من طرف الجيش، إذ ليس من المصادفة أن تتزامن عودة الرئيس الجزائري تبون من ألمانيا بعد رحلة استشفاء مع استفزاز قناة جزائرية بالإساءة إلى رموز الأمة المغربية، وهي محاولة لخلط الأوراق وحصر الرئيس في الزاوية بغية تقوية أهم الأجنحة المتصارعة حول السلطة وهو جناح شنقريحة. ثالثا، لمسة وتأثير الجنرالات العشرة السوداء والممثلة في الجنرالين توفيق ونزار حاضرة في الهجوم الإعلامي العدائي على المملكة، إذ يمكن ربط عودتهما إلى مربع السلطة بمحددين أساسيين: الصراع داخل مراكز السلطة والعداء للمملكة المغربية. ختاما، يبدو أن العلاقات بين الجارين دخلت مرحلة القلق والحذر، إذ باتت مفتوحة على كافة السيناريوهات.